طبعا يتهدد الشركة التونسية للسكر ببيجة، يعني قرار يعني إخلاء المخازن في ميناء بن زرت. طبعا هذا القرار سيكون له انعكاسات يعني كبيرة على وخطيرة على هذا المعمل، باعتباره مؤسسة وطنية هو في الحقيقة يعاني من إشكاليات ومن صعوبات، وهذا القرار أكيد سيؤثر سلبا على إنتاج المعمل وقدرته على التسويق والتخزين، وكذلك بالنتيجة سيؤثر على منظومة السكر وطنيا. طبعا في الجهة نحن نرفض هذا القرار من منطلق أولا أنه عنوان رئيسي ورمز من رموز الإنتاج في جهة باجة، وكذلك لأنه يمثل مؤسسة وطنية أو ما تبقى من القطاع العام، فهكذا قرار يمكن أن يجهز على ما تبقى من عناوين القطاع العام في تونس. طبعا نحن في الجهة نتمسك بمراجعة هذا القرار، نحن مع إقامة مشروع توسعة ميناء بن زرت لأنه مشروع وطني، وكذلك مع الحفاظ على مصالح وحقوق يعني معمل السكر بباجة أو شركة الوطنية للسكر بباجة. نحن ندعو إلى مقاربة هذا الموضوع مقاربة وطنية وليس جهوية، وندعو الحكومة إلى التدخل للتحكيم باتجاه أن نوازن بين المشروعين، بين إقامة مشروع توسعة ميناء بن زرت وكذلك الحفاظ على حقوق ومصالح الشركة التونسية للسكر بباجة. هذا الموقف لا يمكن أن نتراجع عنه في الجهة، مجلس الجهوي اليوم أكد هذا الموقف، ونحن بصدد القيام بالإجراءات والاتصالات مع رئاسة الحكومة حتى نحافظ على مصالح الشركة التونسية للسكر بباجة بشكل واضح ودقيق. تجوز الأزمة هذه؟ والله هو بالنسبة لنا لن نرضى بالمساس بحقوق الشركة في الميناء، لأن أي التصور المقترح بإخلاء يعني المكان وإخلاء يعني المخازن في الميناء هو إضرار مباشر بالشركة وبمصالحها، وسيؤثر اليوم أو غدا سلبا على مستقبل الإنتاج ومنظومة السكر وطنيا. لذلك نحن ندعو الحكومة إلى التدخل العاجل حتى تبطل قرار جهوي في جهة بن زرت، ويقع النظر إلى هذا الموضوع من منطلق مقاربة وطنية كما قلت توازن بين المشروعين وتحافظ على حقوق معمل السكر بباجة الذي هو عنوان للجهة ورمز الجهة وعنوان لما تبقى من القطاع العام، حيث ندافع في جهة باجة على حقوق الشركة التونسية للسكر بباجة، نحن ندافع على ذاكرتنا الجهوية على حقوق العمال على البعد الاجتماعي ودور هذا المعمل في الجهة، كذلك ندافع على القطاع العام أو ما تبقى من القطاع العام. هي بالأساس مدخلنا في التعاطي مع هذا الموضوع هو مدخل وطني بالأساس وله أبعاد جهوية واجتماعية.